عليكم ومرحبا بكم في قناة أفكار وديكور مع وفاء. مع فيديو جديد اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفكرة ديال إعادة تدوير هاد لي كانيطة ديال المناضة. غادي نصوبوا منهم حامل للشموع. أنا اختاريت أنني ندير غير جوج، نتوما لو بغيتو ديروا ثلاثة أو ديروا أربعة على حسب الاختيار ديالكم. كيف ما كتعرفوا هذا الحامل الشموع راه كيتباع بالثمن على حسب الجوده ديالو، فقلت علاش لا ما نشاركش معكم هذه الفكره ديالي. غنحتاجوا الصباغه الكحله، هذه راه الثمن ديالها تقريبا ما كيتعداش 7 دراهم. نتوما عندكم الاختيار، بغيتوا ديروا الكحله بغيتوا ديروا الذهبيه اولا الفضيه، كيبقى راجع لكم الاختيار. انا غنشارك معكم الفكره والتزيين كيبقى لكم. غنحتاجوا الفرشات، الا ما كانتش متوفره ممكن نستعملوا غير هذا البونجا، قطعوا منها الطرف وتا هي راه صالحه للصباغه. غنحتاجوا ليزيستراس للتزيين، وغنحتاجوا كذلك الجوهر اللي مقسوم. انتم غادي تشوفوا معايا هادشي في خلال الفيديو. كذلك غادي نحتاجوا الاكسسوار ديال الستائر اللي الثمن ديالهم ما بين 6 دراهم و7 دراهم، يعني على حسب كل محل شحال داير ليهم. انا هادو خديتهم ب7 دراهم، كتكون لاصقه فيهم واحد اللعيبه طويله، حيدتها وخديت هذه باش ندير عليها هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. بغيت ندير واحد يكون طويل وواحد صغر منه شويه، كيجي المنظر ديالهم زوين وراقي جدا. خليكم معايا باش نشوفوا التتمه ديال الصباغه ديال هاد لي كانيط، وضروري خصنا نحركوا هاد الحك ديال الصباغه مزيان باش ما نحتاجوش اننا نديروا طبقه ثانيه او ثالثه من الصباغه، يعني من المره الاولى صافي تكون كافيه ما نعاودوش عليها وحده اخرى. كما قلت لكم في الاول الا ما توفرتش لنا هاد الفرشات ممكن نستعملوا غير طرف ديال البونج، راه غادي كافي بالغرض وكيصبغ حتى هو بحالو بحال الفرشات. المهم حنا كنحاولوا دائما اننا الديكور يطلع لينا باقل ثمن. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا الطريقه سهله جدا ديال الصباغه، نصبغوا حتى من الفوق ومن التحت، نصبغوه كامل من التحت. الا ما بغيتوش تصبغوه ماشي مشكل لانه ما كيبانش، انايا صبغته. غادي نصبغهم بجوج ونرجع معاكم. من بعد ما صبغتهم بجوج، انا في الاول نسيت ما فرشت حتى شي حاجه لسطح العمل. ممكن انكم تفرشوا كرتونه او غير ورقه بيضاء بحال هذه. غادي نخلي هادو ينشفوا، غندوز دابا باش نصبغ اكسسوارات ديال الستائر، حتى هما غادي نصبغهم باللون الاسود وندوزو نشوفوا الطريقه ديال التزيين. من بعد ما نشفوا ليا كياخذ واحد شويه ديال الوقت، يعني تقريبا من 6 السوايع حتى ل 7. من الافضل اننا نديروهم في واحد المكان اللي يكون مهوي، نديروهم في الشرجم اولا في السطح. غادي نحتاجوا ليزيستراس للتزيين، وغنحتاجوا لهذا الجوهر اللي مقسوم على جوج. انا كنشارك معكم الفكره والتزيين كيبقى اختياري لكم. هذا الشيء راه كيتباع عند المحلات اللي كيبيعوا لوازم الخياطه.
بالنسبة للصاق ممكن نستعمله الكولا سبيسيال أو نستعمله مسدس شمع، وكذلك ممكن نستعمله اوهي. أنا هنا غادي نستعمل اوهي وغادي نستعمل مسدس الشمع. اوهي كتعجبني في الخدمة ديالها وكتلصق ليا مزيان. كاين حتى واحد لاكول سميتها ب7000، حتى هي مزيانة إلا توفرت لكم. أنا ما لقيتهاش عند المحل اللي حدايا، دونك غادي نستعمل اوهي. غادي ندير هاد لي زيستراس، غادي ندورهم على الكانيت من الفوق، غادي نحاول انني نخلي واحد شويه ديال اللون الاسود يبان من الفوق ويبان حتى من التحت. عطى واحد الجماليه زوينه لهاد الحامل الشموع اللي غادي ان شاء الله نكملوه مع بعضياتنا. غادي ندير هاد لي زيستراس كما قلت لكم، وغادي ندير تحت منه جوج دورات ديال الجوهر اللي مقسوم على جوج كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. انا غادي نلصق غير باوهي. الا بغيتو ديروا مسدس الشمع ممكن ديروه، ايه حتى هي كتلصق مزيان وكتبقى ثابته ما كتحيدش كيف ما كتشوفوا معايا هنا. غندير واحد الدوره ديال لي زيستراس تحت من هذاك الجوهر. هنا غير بغيت نوريكم هاد الشميعات هادو، انا ما توفروش ليا هادوك الكبار، غادي يكونوا احسن حتى هما. غادي نديروا ليهم واحد الدوره ديال لي زيستراس. بالنسبه لهاد لي زيستراس هادو انا نوريكم كيفاش كيتباعوا الشكل ديالهم. كتكون هكا السمطه ديالهم عريضه، وانتم تتقطعوا على القياس اللي محتاجينه. ما عقلش بالضبط على الثمن ديالهم، ولكن راه رخيص، ما يعني ما غالينش بزاف. هاد الدائره الفوق ديال الكانيت حتى هي غادي نزينها بهاد لي زيستراس هادو. كانوا عندي مقطعين هاد الجوج، ما بغيتش نضيعهم، غادي نلصقهم مع بعضياتهم. كيعطي واحد الجماليه لهاد حامل الشموع. غادي نكملوا التزيين باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. Thank you.
الشكل الاخير ديال حامل الشموع ديالنا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. كنشكركم على حسن المتابعه، وما تنساونيش من اللي لايك، ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بكل ما هو جديد. الى اللقاء.